السلام عليكم ورحمه الله، ارحب بكم جميعا في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في اجنده هذا الاسبوع في الذكرى الثانيه لماساته، الانقلاب لماذا يبقى؟ مؤتمر الشيشان، اللعب بالورقه المذهبيه. تحل بعد ايام الذكرى الثانيه لماساة الانقلاب على اراده اليمنيين، الانقلاب على احلامهم وتضحياتهم، الانقلاب على نظامهم الجمهوري وعلى مشروع الدوله الديمقراطيه المدنيه الذي قدموا من اجله مئات الشهداء والاف الجرحى منذ ثوره 26 سبتمبر وحتى الان. والأمم الناضجة، الأمم الواعية، لابد أن تتذكر مصائبها، كما تتذكر أفراحها الكبيرة. تتذكر مصائبها لا من أجل إعادة إنتاجها بالطبع، ولا من أجل تحويلها إلى مادة للصراع، الصراع الاجتماعي. وإنما من أجل تحصين ذاكرتها حتى لا تقع فيها مرة أخرى. من أجل تلقيح ذاكرة الأجيال بها. الذاكرة التي ينبغي أن تظل حية متوكدة لكي تتراكم التجارب وتنتقل بين الأجيال فلا يضطر جيل من, من الأجيال إلى البدء من نقطة الصفر والعودة إلى ما عانى منه الآباء والأجداد ولنا عبرة كبيرة نحن اليمنيين بما حدث في السنتين الماضيتين فقد دفعنا ثمنا فادحا نتيجة فقدان الذاكرة الوطنية فبعد خمسين عاما من التغني بالجمهوريه والحريه والكرامه، اكتشفنا فجاه ان بيوض الامامه كانت مختبئه مثل بيوض الملاريا تحت الجلد. اذا نحن بحاجه الى تذكر ماساه الانقلاب مثلما ان اليابانيين محتاجين لتذكر ماساه هيروشيما، ومثلما ان العرب محتاجين لتذكر ماساه الاندلس، والفلسطينيين محتاجين لتذكر ماساه فلسطين. كما قلنا لا من اجل تحويلها الى حوائط مبكى كما اعتاد العرب ان يفعلوا وانما لجعلها محطات وعي لتخليق وعي للاجيال المتعاكبة حتى لا تفرط هذه الاجيال في حقوقها ولا تكرر اخطاء ابائها واجدادها. عن الذي جرى في 21 سبتمبر 2014 وعن مقدماته الاساسيه واسباب بقاء الانقلاب الى هذه اللحظه سيكون نقاشنا في الملف الاول من هذه الحلقه، اما الملف الثاني فسنتطرق سنتطرق فيه الى مؤتمر جروزني حول مفهوم اهل السنه والجماعه، هذا المؤتمر الذي كان له تداعيات سياسيه واجتماعيه وثقافيه تحتاج منا الى وقفه. ما الذي جرى؟ الذي جرى لم يكن ليخطر على بال أحد سوى بال كتاب سينما الخيال الخيال والفانتازيا فقط في السينما يمكنك أن تشاهد جثة متعفنة تعود للحياة من جديد وتعاود نشاطها القديم وهذا تقريبا هو ما حدث لنا نحن اليمنيين لقد شاهدنا جثة متعفنة تعود إلى الحياة كأنها لم تمت قبل خمسين عاما أعني بالطبع جثة الإمامة الإمامة التي لكيت مصرعها على أيدي ثوار سبتمبر في العام 1962 وظل اليمنيون يحاولون دفنها طوال سبع سنوات تالية الإمامة ذلك الكابوس الطويل الذي أفاك منه اليمنيون عشية 26 سبتمبر 62 فجأة فجأة شاهدها اليمنيون تكتحم المدن اليمنية مدينة بعد بعد اخرى. شاهدوها في عمران، شاهدوها في دماج واخيرا شاهدوها وهي تتمخطر في العاصمه صنعاء بعد ان اسقطت الدوله والشرعيه والمرحله الانتقاليه التي توافق عليها اليمنيون في اطول واضخم مؤتمر حوار وطني في تاريخهم. كل ذلك كان في الطريق الى اسقاط النظام الجمهوري بالطبع كان الامر مثيرا للدهشه بالنسبه لكثير من النخب اليمنيه الا كلا منهم كانت تعرف ما يجري وكانت تعرف لماذا يجري تعرف ان الامر قد دبر بليل وان هناك من بعث هذه الجثه من مرقدها لاداء دور ما في هذه اللحظه التاريخيه من عمر الامه لقد كان كابوسا حقيقيا بالنسبة للأغلبية اليمنية كابوس يعدهم بالأسوأ يعدهم بالحروب والصراعات وبعث النعرات المذهبية والمناطقية والسلالية ويعدهم بمستقبل تخيم عليه العبودية والذل وانعدام العدالة الاجتماعية وبعد أن كانوا يرفعون آمالهم كناطحات السحاب مع ثوره فبراير 2011 عن اليمنيين وبعد ان كانوا يتحدثون عن الدوله المدنيه الديمقراطيه وعن الحقوق والحريات وعن الفن ودوره في تأهيل المجتمع وعن الفكر والثقافه والمراه المنتجه بعد ان كانوا يتحدثون عن هذه الامال الورديه فجاه وجد اليمنيون انفسهم امام كائنات بشريه كانها خرجت من القبور كائنات جائعه يعتصرها الجوع والعطش ولا يشبعها الا ابتلاع كل شيء هو جوع للدوله والمجتمع والدين والتاريخ كائنات تمارس القتل كما لو كانت تفتح علبه كوكاكولا وتمارس التعذيب كما لو كانت تعزف على البيانو وتستولي على حقوق الاخرين ووظائفهم كما لو كانت تفعل الخير انه الجوع في اكثر صوره وحشيه وبؤسا السؤال الذي يطرح نفسه بعد مرور عامين من الانقلاب الفاشي ليس لماذا حدث الذي حدث فقد اصبح الامر معروفا ومفهوما وليس هناك يمني واحد يجهل اسباب ما يجري او ما جرى الا اولئك الذين يرغبون ان او يرغبون في تجاهل الحقيقه لان مصلحتهم الضيقه تقتضي ذلك او اولئك الذين ليس لهم قدره ذهنيه على فهم ما يجري اما البقيه فهم يدركون من البدايه ما يجري انما السؤال الذي ينبغي ان يطرح الان هو لماذا صمد الانقلاب حتى هذه اللحظه على الرغم من كل عوامل الضعف والزوال التي تحيط به وتكتنفه؟ ونحن معنيون بالاجابه عن هذا السؤال لان وسائل الدعايه الانتقاليه عفوا وسائل الدعايه الانقلابيه تفسر هذا الصمود او هذا البقاء تفسره لاتباعها باعتباره نصرا الهيا مستحقا. هذه الوسائل تكرر هذا المعنى بصوره يوميه ومدروسه. وبسطاء الناس الذين هم وقود هذه الحرب ومادتها يقعون بسهوله في تصديق هذه الاقاويل. يصدقون بان بقاء الانقلاب حتى الان في مواجهه تحالف دولي طويل عريض هو شكل من اشكال التأييد الالهي. وليس في امكان هؤلاء البسطاء تقديم تفسير مقنع لهذه الحاله غير ذلك. لانهم لا يعرفون حقيقه ما جرى ولا كيف يجري لا يعرفون مثلا ان العصابه الصغيره قد تبقى بسبب تناقضات مصالح العصابات الكبيره لا يعرفون ان العصابات الدوليه الصغيره قد تكون محميه من قبل عصابات دوليه كبيره لاغراض خدميه تنفع الطرفين وربما لا يعرف هؤلاء البسطاء وهذا هو الاهم ان الجبهه الوطنيه التي تواجه الحوثيين والانقلاب فضلا عن انها مكونه من قوى بدنيه هذه الجبهه الوطنيه لم تكن تمتلك مقدرات وخبرات الانقلابيين الذين ظلوا ممسكين بالدوله ومقدراتها لعشرات السنين الماضيه وربما لمئات السنين اذا ما حسبنا الاماميين فضلا عن ذلك فإن هذه الجبهة الوطنية المواجهة للإنقلابيين غير ممكنة أصلا أو غير ممكنة تماما لمواجهة الحالة الإنقلابية لأسباب عديدة سيذكرها التاريخ لا شك. وقد لا يعرفون أن هذه الجبهة الوطنية تعاني من ضغوط وممارسات كفيلة بإفشال أفضل الجيوش. لولا لولا أن إرادة اليمنيين صلبة وحاسمه في مواجهه الانقلاب، وماضيه في افشاله مهما كلفها ذلك من ثمن. لقد استطاع الانقلابيون بحكم خبرتهم السابقه في الدوله، وبحكم المساعدات اللوجستيه التي تزودهم بها اطراف اقليميه ودوليه، استطاعوا ان يوظفوا كل عناصر القوه التي في حوزتهم بصوره جيده، حتى لو كانت محدوده هذه العناصر. وكذلك استطاعوا ان يستغلوا نقاط ضعف الشرعيه نفسها والتحالف فعلوا ذلك بصوره ممتازه كما انهم كانوا دائما محظوظين بتهاون المجتمع الدولي تجاههم المجتمع الذي يصفعهم بقرار يرضي دول الخليج باليد اليمنى ثم يمد اليهم باليد اليسرى من الخلف باسباب البقاء. وهي الحقيقه التي اصبحت مكشوفه وظاهره منذ ان دخلوا الى العاصمه صنعاء تحت نظر وسمع المؤسسات الدوليه وصمتها وحتى الان لولا ان التصريح بها قد يضر احيانا الجبهه الوطنيه ومن اهم اسباب البقاء التي يزودهم بها المجتمع الدولي او بعض الدول الكبرى او بعض الدول المهيمنه والمنتفعه تزويدهم بالسلاح الذي يتم تهريبه اليهم تحت نظر الجميع مثل هذه الحاله التي يرصدها التقرير الاتي المصدر البرازيل والطريق جيبوتي اما الوجهه فهي اليمن تلك هي قصه صفقه الاسلحه التي باعتها شركه تورس البرازيليه لتاجر السلاح اليمني فارس مناع الصفقه التي تقدر بثمانيه الاف مسدس تعود الى قبل ثلاث سنوات وتحديدا ابان تعيين مناع مسؤولا للسلطه المحليه في محافظه صعده بل والذي يعد أحد أقطاب الجماعة المتمردة في اليمن وأشهر تاجر سلاح في القرن الأفريقي منذ أكثر من عشر سنوات بحسب الأمم المتحدة كما استخدمته تورس بوضوح مهرب أسلحة دولي سيء السمعة لتوزيع بضائعها على دول أخرى لا سيما اليمن تأتي هذه الأسلحة التي شحنها مناع إلى اليمن في لحظة كان تحالف الانقلاب صالح والحوثي يهيئون الأرضية للانقلاب على النظام الشرعي قبل اندلاع الحرب الذي قادوها من صعدة وصنعاء حتى عدن مؤخرا كشفت محكمة الإدعاء البرازيلية أنها استدعت اثنين من المدراء التنفيذيين لشركة توريس للاستجواب بعد أن قالت الشرطة البرازيلية إنها أوقفت صفقة جديدة لمنع العام الماضي بعد أن زار الشركة سيل من الرسائل الإلكترونية هي مصدر الوثائق التي اعتمد عليها ممثل الإدعاء جنوب البرازيل ولم يوجه الإدعاء اتهامات للشركة لكنه قال لوكالة الويترز إن الأدلة التي تم جمعها في مداهمة الشرطة لتوريس شملت عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر أنها على علم بعقوبة الأمم المتحدة المفروضة على تجارة الأسلحة مع مناع واليمن لكنها سعت إلى طرق للالتفاف عليها وهنا تقصد شركة توريس الذي يوضح موقعها على الإنترنت أن اليمن واحد من عملائها في تجارة السلاح كسب مناع جزءا من معركة تراكم الثروة في لحظة خسر بلده اليمن الآلاف من الضحايا برصاص أسلحته وشركائه التي تشير اكثر الدلائل الى انه احد اهم الشركاء الرئيسيين في تجاره الاسلحه مع الرئيس علي عبد الله صالح وجماعه الحوثي الذراع الايراني في اليمن. هذا التقرير يخبرنا من بعيد ان المجتمع الدولي يفكر بطريقه ذكيه للغايه. لكنها متناقضه. متناقضه مع خطابه اليومي. فالمجتمع الدولي يدرك كما يبدو ان الفكره أخطر من السلاح ولهذا هو يطارد الإرهابيين المؤدلجين إلى مناماتهم في حين يتعامل مع تجار السلاح بحسب القانون القانون الذي يجيد أو تجيد الدول العزف عليه لمصلحتها بشكل جيد خصوصا الدول الكبرى بالطبع المجتمع الدولي الذي يعلمنا أن الديمقراطية الجيدة لكنه لا يساعدنا على التخلص من الاستبداد بل انه في كثير من الاحيان يمد الانظمه المستبده في اوطاننا بالاكسجين اللازم لبقائها اذا فتهاون تهاون المجتمع الدولي وتحديدا الدول الكبرى تجاه الحاله الانقلابيه في بلادنا وعدم استغلال التحالف العربي لعناصر القوه التي لدى الشرعيه والتي لديه بالاضافه الى القصور الذاتي لدى الشرعيه نفسها هذه هي اهم الاسباب التي اسهمت في بقاء الحاله الانقلابيه حتى هذه اللحظه. على الرغم طبعا من انحسارها الكبير كما وكيفا طوال العامين الماضيين. اليوم نحن نتحدث عن قوات شرعيه وصلت الى نهم وقوات اخرى في صرواح العاصمه مطوقه. لكن مع ذلك ما زال الانقلاب باقي. ومع ذلك فان منطق الاشياء يقول انها الى زوال. هذه الحاله الانقلابيه الى زوال ولا يمكنها ان تستمر الى ما لا نهايه، لماذا؟ اولا لان قوى الانقلاب تدرك في اعماقها بانها تقاتل من اجل حمايه مكتسباتها غير الشرعيه. قيادات الانقلاب تحديدا ونخبها القياديه تدرك هذا. وان كانت ترفع امام اتباعها شعارات زائفه مضلله. إن قوى الانقلاب مطمئنة في قرارة نفسها إلى أن قضيتها غير شرعية وغير شريفة. وما تدركه النفس المطمئنة أكثر ثباتاً وتأثيراً مما تعلنه النفس الأمارة بالسوء. وهو ما سينعكس طبعاً على معنوياتها بصورة من الصور. هذا في مقابل جبهة وطنية مخلصة نذرت نفسها للدفاع عن حرية اليمنيين وكرامتهم وعن مشروع الدولة المدنية. سواء أتى هذا المشروع الآن أو غدا أو بعد غد في أي وقت المهم أننا نزيح من أمام العوائق عوائق الدولة العميقة التي حكمت منذ ألف سنة ماضية ومنذ خمسين أو أربعين عام قريبة وهي غايات سامية بطبيعة الحال هذه غايات سامية يمكن للإنسان أن يناضل في سبيلها العمر كله دون أن يتعب هذه واحدة ثانياً لقد انهزم المخلوع من قبل في مواجهة عسكرية مسلحة لم يكن لقوة التغيير فيها جيش وطني ولا مقاومة مسلحة نعم كان لديه مقاومة مسلحة في نهاية الثورة الشبابية السلمية لكن هذا المكون المسلح كان محدودا وضعيفا بكل, المكا... بكل المقاييس فكيف يمكنه الآن هو وحليفه الإمامي أن يكسبا معركة مع الشعب أصبح له فيها شعب أصبح له فيها جيش وطني ومقاومة شعبية مسلحة يطوقانه اليوم في صنعاء هذه ثانية ثالثا حجم المظالم والانتهاكات والتصرفات السيئة التي اقترفتها عصابة الانقلاب خلال عامين من سيطرتها على مقاليد الأمور في صنعاء وما حولها هذين العامين كشفا عن عوره الانقلابيين بشكل كبير امام اليمنيين وافقدهم الكثير من التعاطف الشعبي اللازم لبقائهم هذه ثالثه. سبب رابع لا تستطيع المناطق المحدوده الحاضنه لمشروع الانقلاب ان تستمر في دفع كلفه الحرب الى ما لا نهايه. خاصه وان هذه المناطق تعاني من مثل غيرها من مناطق اليمن حاله من وضع اقتصادي سيء للغايه. ومصالح ابنائها اصبحت كلها مهدده بسبب غياب الدوله. هذه بعض مبررات القول بان الحاله الانقلابيه الى زوال. معولين بالطبع على العوامل الذاتيه الداخليه وعلى قوانين الحركه الطبيعيه لا على العوامل الخارجيه، نحن لا نعول على رغبه التحالف مثلا التحالف العربي في انهاء الانقلاب ولا نعول على قرارات الأمم المتحدة وإنما نعول كما قلت على الأسباب الذاتية المحلية الداخلية سواء الأسباب الذاتية داخل الانقلاب نفسه أو التي لدى الجبهة المقاومة رغم أن هناك عوامل قوية خارجية أيضا مثل عامل رغبة السعودية في إنهاء التهديد الإيراني على حدودها الجنوبية ممثلا بجماعة الحوثي مشاهدينا الكرام الى هنا نكون قد انتهينا من النقاش في ملفنا الاول سنذهب الى فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصله النقاش في الملف الثاني الخاص بمؤتمر جروزني او قضيه مؤتمر جروزني الذي سبب جدلا واسعا حول مفهوم اهل السنه والجماعه في سياق الصراع السياسي. كونوا معنا. لنمعن النظر قليلا. لا مستقبل يضيء في اعينهم. فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. اردنا لهم الامان والدواء والابتسامه. فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب. وانقطع اللحن. الطفوله في زمن الميليشيا. مرحبا بكم مجددا من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي انعقد مؤتمر موسع في مدينة جروزني عاصمة الشيشان مؤتمر كبير تحت عنوان من تحت عنوان من هم أهل السنة والجماعة حضره شيخ الأزهر وعدد من كبار رجال الدين من مختلف أنحاء العالم المؤتمر جاء بدعوة من مؤسسة طابة التي يراسها الداعيه اليمني علي زين علي زين العابدين الجفري. وبرعايه روسيه وشيشانيه كبيره بالطبع. حضر فيها الرئيس الشيشاني رمضان احمد كاديروف بنفسه الى المؤتمر. وقد وصف احد الاعلاميين البيان الختامي للمؤتمر بانه زلزال او قنبله نزع صاعقها في جرزني وانفجرت في السعوديه والخليج العربي. لماذا؟ لان المؤتمر خرج ببيان يستثني فيه الوهابيه التي تعد مكونا من مكونات الهويه السعوديه استثناها هي وجماعه الاخوان المسلمين وجماعات سنيه اخرى من دائره اهل السنه والجماعه وهو الامر الذي لقي استياء كبيرا في الاوساط المتضرره من البيان صدر على اثره بيانات لاكثر من 18 منظمه سنيه تتهم المؤتمر بالسعي لإثارة الفرقة بين المسلمين وإشعال فتيل الصراع المذهبي الذي لن يخدم حسب قولهم إلا أعداء الأمة طبعا نحن ما كان لنا أن نهتم بمناقشة خبر مثل هذا لو أن هذا النشاط كان محصورا في دائرة الصراع المذهبي وصراع الفكر البحت لكن ما حصل للأسف يندرج في سياق الصراع السياسي الذي يلقي بظلاله علينا نحن في اليمن وفي المنطقة بشكل عام ولا مفر من عواقب هذه الفعاليات وتبعاتها ومن ثم فاننا في حاجه لبيان طبيعه هذا الصراع وكيف يمكننا تجنب اثاره السلبيه لان المحللون يقولون ان المؤتمر كما يبدو من عنوانه ومن بيانه الصادر يهدف الى سحب المرجعيه السنيه من المملكه العربيه السعوديه وهي ليست مرجعيه دينيه بالطبع هي مرجعيه سياسيه في المقام الاول والمذاهب الدينيه هي بمثابه مقدمات لكسب الولاء السياسي في مختلف البلدان وهو الدرس الذي وعته ايران بصوره جيده فحرصت على نشر مذهبها الديني في كل مكان في الوطن العربي تقريبا ليكون مدخلا للحصول على الولاء السياسي من قبل جماعات صغيره في هذه البلدان كما يهدف المؤتمر بالطبع الى تحجيم وحصر جماعه الاخوان المسلمين، الجماعه التي يُعتقد بانها مسؤوله عن فوضى الربيع العربي كما يسميها الطرف الاخر المتضرر. الانظمه السياسيه المتضرره في الوطن العربي من الربيع العربي وجدت انه لابد من الاخذ على يد الاخوان المسلمين الذين سببوا كل هذا كل هذه الثورات او كل هذه الفوضى العارمه التي تسمى ربيع عربي. وقبل الذهاب الى النقاش حول الموضوع يمكننا القاء الضوء او ضوء بسيط على التيار الصوفي الذي عقد هذا المؤتمر بطريقه غير تقليديه. الصوفيه تصنف عند علماء الفلسفه ومقارنه الاديان ضمن التيار الغنوصي يسمى هكذا التيار الغنوصي اي التيار العرفاني. والعرفان هو نظام معرفي يعتقد اصحابه انهم يستطيعون الوصول إلى الحقيقة أو الحقائق الخفية عن طريق الكشف الباطني الحدس لا عن طريق الاستدلال العقلي كما يفعل الفلاسفة وأصحاب المنطق ولا عن طريق التجريب في المعمل وغيره كما يفعل العلماء الطبيعيون لكن هذا التيار الواسع يشمل فرق عديدة تختلف في درجة اقترابها وابتعادها عن النظام المعرفي البياني الذي يعتمده الظاهريون وما يسمى بأهل السنه والجماعه الوهابيون تحديدا وهو التيار الاساسي تيار اهل السنه ممثلا في الاشاعره والوهابيه وغيره هو التيار الاساسي في التاريخ العربي طوال 1400 سنه تقريبا ولهذا كان بعض التصوف يعد مقبولا عند السنيين ويسمونه تصوف سني وقد ذكر الشاطبي في كتابه الاعتصام وهو مؤلف يعني الشاطبي من الفقهاء الكبار من اهل السنه والجماعه هذا الرجل ذكر في كتاب الاعتصام اكثر من اربعين شخصيه صوفيه حسبهم على اهل السنه والجماعه وهو ما يعني ان هناك تداخل بين هذا التيار وتيارات اخرى يصعب معه الحديث عن الصوفيه وكانها تيار واضح تماما هناك ما يمكن ان نسميه الصوفيات لا صوفيه واحده بعضها يهتم بالبعد السلوكي التربيه السلوكيه تربيه الفرد لنفسه و بعضها الاخر يعطي بعدا فلسفيا لمذهبه يمضي احيانا الى حدود متطرفه لتبني افكار الفلسفه اليونانيه التي ما قبل افلاطون والافلاطونيه الجديده والى غير ذلك. هذا يعني تعريف سريع بانورامي بالفرقه الصوفيه او التيار الصوفي الذي عقد مؤتمر جرزني. سنذهب الان الى الحديث عن مؤتمر جرزني نفسه. أي متابع لمؤتمر جروزني يمكنه الخروج بالملاحظات الآتية. أولاً لم يكن المنظمون للمؤتمر موفقون في اختيار المكان الذي انعقد فيه المؤتمر اللي هو جروزني. لأن جروزني عاصمة الشيشان لا تمثل يعني رمزية من أي نوع عند المسلمين. بل ربما أنها تمثل رمزية عكسية تضر بسمعة المؤتمر أكثر مما تنفعه إذا ما علمنا أن جروزني تمثل العاصمة الإسلامية الخاضعة للهيمنة الروسية خضوعا مطلقا بعد أن تم القضاء على ثورة الشيشانيين التي انفجرت في وجه الروس عام 1994 على إثر إعلان الرئيس الشيشاني المنتخب جوهر دودايف استقلال الشيشان عن روسيا آنذاك وسنرى بعد قليل كيف أن الرئيس الشيشاني الحالي رمضان كادريوف يمثل روسيا في الشيشان اكثر اكثر مما يمثل الشيشانيين ويبدو ان المخططين لمؤتمر الشيشان كانوا ينوون عقد هذا المؤتمر في تركيا بحضور فتح الله كولن لولا ان الانقلاب الذي عولوا عليه قد فشل لان المخططين كانوا يبحثون عن دوله اسلاميه لا عربيه يقوم عليها مؤتمرهم وليس هناك افضل من تركيا لكن تركيا كولن بالطبع لهذه المهمه لأن بقية الدول الإسلامية إما غير مناسبة كإيران وباكستان وإما غير راغبة في ذلك كإندونيسيا مثلا هذا ملمح ثانيا كان من المقدر يعني من ملاحظة ثانية كان من المقدر لهذا المؤتمر أن يحقق بعض النجاح لو أنه جاء في سياق آخر غير سياق حرب الأنظمة المستبدة على مشاريع الديمقراطية والتحرر في الوطن العربي وفي سياق حرب الغرب على الجماعات المتطرفه فمجيء المؤتمر في هذا السياق افقده الكثير من المصداقيه اللازمه لترويجه وقبوله في الاوساط الاسلاميه بل افقده حتى الاتساك النظري الذي يعد شرطا في نجاح اي مشروع من هذا النوع ونقصد بالسياق النظري التوفيق بين الحقائق التاريخيه والحقائق الواقعيه وبين نتائج المؤتمر فالمؤتمر على سبيل المثال خلص إلى أن الوهابية والإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة. وأن الأشاعرة والصوفية المحددة عندهم في البيان هم أهل السنة والجماعة. طبعا هذا أمر لا يهمنا يعني على المستوى المعرفي. اللي يهمنا هنا هو على الأثر السياسي كما قلنا. ويمكن يكمن التناقض كما قلنا هنا في أو عدم الاتساق في أن جماعة جماعة مثل الإخوان مثلا تأسست في مصر على يد شخص اشعري ومتصوف هو حسن البنا والاصول العشرين التي وضعها الرجل لجماعته لا تخرج عن الدائره الاشعريه خاصه وانه تلميذ للاستاذ رشيد رضا احد ابرز شخصيات الاصلاح الديني التي انطلقت من الازهر وكان اكثر منتسبيها من الاشاعره فكيف يقال ان الاخوان ليسوا من اهل السنه وان اهل السنه هم الاشاعره مع ان الاخوان هم جزء من الاشاعره او على الاقل في بدايتهم وعلى الاقل في المكون الاكبر فيهم وهناك وجه اخر وجه اخر للتناقض مع الواقع يتمثل في ان الجماعات الصوفيه الراهنه التي تبدو اليوم في حاله تصالح تام مع الانظمه المستبده والانظمه الاستعماريه كما هو الحال في مصر وغيرها من الدول العربية هذه الجماعات الصوفية تتناقض مع تاريخ الجماعات الصوفية التي ظهرت في أوائل القرن الماضي حيث كانت هذه الجماعات تمثل مصدرا للمقاومة ومصدر الهام لمقاومة الهيمنة الأجنبية والاستبداد المحلي وهناك أعلام شخصيات ونماذج من أمثال عمر المختار الذي خاض حربا ضد الاستعمار الايطالي هذا كان رجل محسوب على التصوف وعبد القاهر الجزائري عبد القادر الجزائري الذي خاض حربا ضد الاستعمار الفرنسي هذا ايضا كان من المتصوفه طبعا حاله التصالح التام التي تبديها الجماعات الصوفيه الراهنه تجاه الانظمه القمعيه في بلدانها او تجاه القوى الدوليه المهيمنه قد تكون مفهومه او مقبوله احيانا لو انها جاءت في سياق كما قلنا البحث عن مصالح الانسان العربي والبحث عن استقراره او من باب لنقول الاتعاظ ببعض التجارب التي كانت ماساويه كالتجربه الباكستانيه التي فصلت باكستان عن الهند فاضطرت البلد يعني اضرت بالبلدين معا كما يقول البعض لو ان هذا هو تفكير الجماعات الصوفيه المعاصره في الشيشان مثلا لقلنا لا باس لكنها للاسف جاءت في سياق مختلف هو سياق اخضاع الشعوب للانظمه المستبده والهيمنه الغربيه كما هو ملاحظ. الملاحظه الثالثه او المؤاخذه الثالثه على المؤتمر جروزني من نقاط ضعف هذا النشاط او المؤتمر انه سيقرأ ايضا في ضوء توصيات معاهد امريكيه مثل معهد روكفلر ومؤسسه راند المؤسسات البحثيه الشهيره هذه المؤسسات التي كانت تقدم نصائح لصناع القرار الامريكي باستبدال الاسلام السني بالاسلام الصوفي في المنطقه العربيه على اثر احداث 11 سبتمبر 2001 وكانت توصيات روكفلر قد جاءت بعد دراسات ومؤتمرات مكثفه اجرتها العديد من مراكز الدراسات والبحوث الامريكيه عن الظاهره الاسلاميه كما قلنا عقب احداث 11 سبتمبر وكان لللوب الايراني في امريكا دور في هذا فقد استطاع توجيه هذه المراكز البحثيه والمعاهد للعنايه بالجماعات الهامشيه والجماعات الدينيه الغنوصيه التي تقترب من العقيده الايرانيه لانها جماعات غير ضاره بالهيمنه الغربيه وبمشاريع الاستبداد وجماعات لا تحمل مشروعا سياسيا مناهضا للحضاره الغربيه ويبدو ان امريكا قد مضت بالفعل في تطبيق هذه النصائح بطرق مختلفه كما يبدو انها قد اوكلت مهمه تنشيط الغنوصيه والجماعات الشبيهه وإحلالها محل الجماعات السنية أوكلت هذه المهمة كما يبدو إلى حلفائها في المنطقة العربية وإلى روسيا حتى لا تكون في الواجهة ويعني تخسر بعض علاقاتها مع بعض الدول العربية كالمملكة السعودية روسيا هذه التي ذاكت الأمرين من جراء الجماعات الإسلامية التي خاضت ضدها حربا طويلة في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي سواء ايام الاتحاد السوفيتي في افغانستان او ايام روسيا مع يلتسن وما بعد يلتسن. ويمكننا ان نلمس الفرق بين طبيعه هذه الجماعات الجماعات السنيه المتشدده او الجماعات السنيه فقط بينها ان نلمس الفرق بين هذه الجماعات وبين الصوفيه التي تحكم الشيشان اليوم يمكننا ان نلحظ هذا الفرق الذي لصالح روسيا في هذه المادة الفيلمية التي سنشاهد فيها واقعة طريفة ودالة واقعة حصلت بين الرئيس الشيشاني السابق سليم خان مع الرئيس الروسي يلتسن فقد كان من المقرر أن يجلس الاثنان على طاولة واحدة للتفاوض وإنهاء الحرب وإعطاء الحقوق للشيشانيين وبالفعل كان سليم خان قد دخل القاعة مع وفده المرافق قبل يلتسن وجلس على رأس الطاولة المستطيلة ليكون في مواجهه الرئيس الروسي. الا ان هذا الاخير دخل بعد قليل وطلب من سليم خان ان يجلس على يساره. وهو الامر الذي رفضه خان تماما واصر على ان يكون اللقاء راسا لراس رئيس لرئيس والا فلا مفاوضات. وهو ما حدث بالفعل في نهايه الامر فقد رضخ يلتسن لرغبه سليم وغير مكانه وطبعا المادة الفيلمية هي حوار غير مترجم لكنه حوار مفهوم دعونا نشاهد ثم نعود إلى لقطة أخرى نشاهد فيها الرئيس رمضان دايف كيف أنه على عكس سليم خان تماما نشاهد Конфликт возник с первых секунд встречи. Яндарбиев хотел сидеть за столом напротив Ельцина. Вот давайте поговорим. Я приехал с вами в чат Я собираюсь да? с вами в чат Мы не мы с вами. Мы не, с вами. Мы не с вами. Если, да, вы не равны, мы должны вот, их Садитесь. 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 я с таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду надо чтобы прекратить кровь поэтому мы этого, я... Ваши, отвоевались отвоевались. Я, влать, мы отвоевались я думаю что вы потом будете от выигрыши отвоевались я прошу я прошу э -э -э Молодец. я прошу все с этой стороны с этой стороны можно отвернуть с первой стороны طبعا بالنسبه للدول الكبرى فان شخصيه مثل شخصيه سليم خان على راس السلطه في بلد مجاور هي شخصيه مزعجه وخطره في معظم الاحيان ويجب التخلص منها وهو ما حدث بالفعل حيث طاردت المخابرات الروسيه سليم خان حتى اغتالته بسياره مفخخه في الدوحه حيث لجا اليها بعد ان لجا الى تركيا وغيرها. هذه الدوله الكبرى بحثت عن شخصيه بديله مطباعه على راس السلطه في هذه الدوله المجاوره. وذلك ما حدث بالفعل في الشيشان فقد دفعت روسيا دفعت برمضان كادرييف إلى رئاسة جمهورية الشيشان وكادرييف من المعجبين جدا بالرئيس الروسي بوتين وقد ظهر في بعض الصور وهو يرتدي تي يحمل صورة بوتين ويمكن لهذا الفيديو أن يوضح الصورة أكثر وهو يتحدث عن موقع الشيشان من روسيا نشاهد Не как будто я герой России. Не считайте меня героем, а? Чечня маленькая страна, да. ваша Как вы смотрите это? Нет, смотри. Чечня не страна. Чечня часть территории Российской Федерации. Чечня, регион Российской Федерации. Не путайте. Да, Федерация, мы регион, поэтому не путайте нас. Мы не отдельная страна. Это уже в прошлом. Говорили мы об этом много, не получилось у нас. Нахнула я أه الاحكام التكييميه لهذه الجماعات أه ولا موقعها من الخطا والصواب والحق والباطل وما اذا كان ستذهب الى الجنه او الى النار هذه الامور لا تعنينا على الاطلاق الذي يعنينا هو الى اي مدى هذه الفعاليات وهذه الجماعات وهذه الاسماء يمكن ان تكف عائقا بيننا وبين الدوله المدنيه التي ننشدها الى اي مدى يمكن ان تساعدنا الى الوصول الى الدوله المدنيه آآ آآ هذه هي اسئلتنا الاساسيه التي نبحث عنها وحينما نتحدث عن هذه الجماعات نحن لا نقصد انها تستطيع ان تخدمنا او تضرنا بشكل مقصود وانما نقول ان هذه الدول ببرامجها بافكارها او عفوا هذه الجماعات ببرامجها وبافكارها قد تكون عائقا وقد تكون جسرا للوصول الى الدوله المدنيه والامور نسبيه في نهايه الامر يعني في نهايه المطاف هذه الجماعه قد تعيقنا بنسبه كذا وكذا وهذه الجماعه قد تساعدنا بنسبه كذا وكذا والتفكير الموضوعي والتفكير العملي مطلوب في هذه الامور حينما يكون الامر امر عمل وامر نظر في الواقع لابد ان نكون موضوعيين وعندما نكون في مستوى وضع الحلول لا بد ان نكون مثاليين اعتقد اننا انتهينا من نقاش الملف الثاني الى هنا ناتي الى ختام هذه الحلقه من الاجنده نرجو ان نلقاكم في حلقه قادمه الاسبوع القادم واضحى مبارك وفي امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله